Турции ты где родился? Я родился в Анкаре. Анкаре? Да, столица. Поэтому, что было бы хорошо, если бы نحن الآن في العاصمة المولدوفية كيتشيناو، نخرج الآن من العاصمة إلى ترانسنيستريا، تلك المقاطعة التي يسيطر عليها مسلحون موالون لروسيا ويتواجد فيها جيش روسي. لا نعرف إذا كان سيسمح لنا بالعبور، إذا كان الطريق مفتوحا، إذا كان الجيش المولدوفي سيسمح لنا بالعبور إلى تلك المقاطعة، وإذا كان المسلحون الموالون لروسيا سيسمحوا لنا بالدخول. أول أمس في اجتماع مجلس الأمن القومي المولدوفي أمرت الرئيسة المولدوفية بتكثيف نقاط التفتيش وعدم السماح للمواطنين بالعبور إلى تلك المنطقة التي تشهد تفجيرات متعددة منذ أسبوع تقريبا، وكذلك حركة نزوح من تلك المنطقة باتجاه قلب العاصمة المولدوفية كيتشيناو. سنحاول أن نذهب إلى هناك، سنحاول أن نعبر إلى تلك المقاطعة التي ربما تشتعل فيها الأوضاع في أي لحظة، لكن لا نعرف إذا كان الطريق مفتوحا أم لا. Мама нашего Бога. Справа, справа. Не видно, что так поворачиваем. Ты же молдаван. الآن بعد أن عبرنا نقطة الحدود المولدوفية ونقطة الحدود الجيش الروسي، الآن هذه نقطة حدود ترانسنيستيا. ثلاث نقاط للحدود نعبرها الآن. لاحظنا أن الجنود الروس يعتمرون خوذاتهم وموجودون في وضع تأهب على عكس المعتاد كما أخبرنا سائقنا المحلي. هذه بوابة ترانسنيستيا، الإقليم غير المعترف به. Извиняйте. Отвозите, ребят, туда. الآن دخلنا إلى إقليم ترانسنيستيا. غير المعترف به. غادرنا الحدود المولدوفية
عبرنا على نقطة تفتيش يحرسها الجيش الروسي في المنتصف، ثم عبرنا نقطة تفتيش سلطات ترانسنستيا، هذا الإقليم غير المعترف به الذي يعتبره كل العالم جزءا من مولدوفا، لكنهم يعتبرون أنفسهم جمهورية مستقلة لا تعترف بها أي دولة في العالم. نحن الآن في داخل هذه الجمهورية، الآن نحن تحت سلطة السلطات الانفصاليين الموالين لروسيا، الأمن الروسي متواجد هنا، وكذلك سلطات ترانسنستيا. لا يوجد أي تواجد حكومي للجيش المولدوفي هنا ولا الحكومة المولدوفية هنا، يتعاملون بعملتهم الخاصة، لهم علم خاص، لهم جيش خاص، وكذلك هذه النقطة أو هذه المنطقة مرشحة لتصاعد الأحداث فيها خلال الأيام المقبلة. Да, они тоже не хотят. Вот 92-м вот этот мост был взорван. Вот который мы сейчас едем. Был разорван.
просто время, знаете, время можете потерять, понимаешь? А что, почему, зачем? Лучше так, как-то, чтобы не было видно, как вы это делаете. Фотографируйте. Так, раз и все, раз и все. Нет, мы здесь и встанем, и здесь вы можете гулять уже. Понимаешь? Дальше едем. Дальше. Я думаю, что встать здесь, и вы уже погуляете пешком. Там парк. Да. هذه تيراسبول عاصمة الإقليم، وصلنا إليها. نحن الآن في قلب هذه المدينة التي يسيطر عليها وعلى كامل الإقليم تسيطر عليها روسيا عن طريق مسلحين انفصاليين موالين لها. تشهد هذه المنطقة أحداث أمنية منذ عدة أيام، وتخشى مولدوفا أن تتجه روسيا لمحاولة السيطرة على هذه المدينة. نحن دخلنا إلى هنا، تسللنا إلى هنا لأنه لا يسمح لأي صحفيين بالدخول إلى هذه المدينة التي يسيطر عليها مسلحون موالون لروسيا. الأعلام الروسية مرفوعة في كل مكان، الرموز السوفيتية وكذلك أعلام هذه المقاطعة. هذا الإقليم الغير معترف به، لكن يسيطر عليه مسلحون موالون لروسيا. روسيا، نقاط التفتيش الروسية والجنود الروس والعربات المسلحة الروسية منتشرة في كل مكان. أثناء تجولنا إلى هنا رصدناها ورأينا الكثير من المعدات العسكرية الروسية، وكذلك رأينا حالة من التأهب بين الجنود الروس، وكذلك رأينا حالة نزوح من سكان الإقليم باتجاه عاصمة مولدوفا بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدها هذا الإقليم. مشاهدينا الكرام، you
поехали. Я с ним разговариваю.